السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، تحية واحتراما من العاصمة أنقرة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بعد الحدث. عملية غصن الزيتون التي انطلقت قبل 10 أيام خلت استنادا إلى حق الدفاع المشروع نجحت وفقا لبيان رئاسة الأركان الصادر صباح اليوم في تحييد 597 إرهابيا في حصيلة مرشحة للارتفاع، كما تمت السيطرة مساء أمس على جبل بورصايا الاستراتيجية، ما يعني تحقيق الأمن لولاية كيليس التي كانت تتعرض للقصف من جانب تنظيم بيادا بيكاكا الإرهابية من فوق هذا الجبل، علاوة على انفتاح طريق إلى عفرين التي يتحصن فيها الآلاف من الإرهابيين خلف المدنيين، ما يعني إمكانية أن تسير العملية ببطء لحماية أرواح المدنيين وفقا لتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان. انتصارات الجيشين التركي والسوري الحر في غصن الزيتون سوف تنعكس سياسيا بالإيجاب دون شك على نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي يبدأ غدا الثلاثاء رسميا في مدينة سوتشي الروسية. دليل ذلك عدم إشراك تنظيم بيادة الإرهابية في المؤتمر وفقا لطلب أنقرة قبل بدء العملية، كما أن ممثلين عن الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية اتخذت قرار حضور المؤتمر بصفة شخصية بعد أعلان الهيئة المقاطعة مسار عملية غصن الزيتون ومؤتمر الحوار السوري الوطني في مدينة سوتشي الروسية غدا محور حلقة اليوم البرنامج بعد الحدث. يفتحهما للنقاش الدكتور محمد العباسي مع ضيفنا في الاستوديو كبير مستشاري رئيس الجمهورية ونائب حزب العدالة والتنمية ووزير الطاقة السابق الأستاذ تانر يلدز. نتابع هذه الباقة من الأخبار ثم لن عودة. استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان صباح اليوم في مدينة إسطنبول رئيس صربيا ألكسندر فوتيتش. يترأس الرئيس رجب طيب أردوغان مساء اليوم اجتماع مجلس الإدارة المركزية لحزب العدالة والتنمية لبحث الاستعدادات للمؤتمر العام للحزب ونتائج عملية غصن الزيتون التي دخلت يومها 10. يبدأ غدا مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، وذلك بمشاركة الكثير من أطياف ومكونات الشعب السوري المختلفة. هذا ولن يشارك في الاجتماع تنظيم بيادا الإرهابية تلبية لطلب أنقرة، ورغم رفض الهيئة العليا للمفاوضات المشاركة إلا أن العشرات من الهيئة اتخذوا قرار المشاركة بصفة شخصية. تم تدمير 11 هدفا لتنظيم بيكاكا الإرهابية تتضمن مواقع ومخابئ ومخازن أسلحة في منطقتي جبل قنديل وأوسوس بشمال العراق، وذلك وفقا للبيان الصادر اليوم عن رئاسة الأركان. شارك نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ ورئيس رئاسة الشؤون الدينية علي أرباش اليوم في افتتاح اجتماع القدس المدينة الحاضنة للوحي الذي نظمه الأرشيف العثماني. يلقي وزير الدفاع نور الدين جانكلي غدا الثلاثاء بيانا حول عملية غصن الزيتون ونتائجها وأهدافها أمام الجلسة العامة لمجلس الأمة التركي الكبير. Tüm silahlı kuvvetlerimiz en kısa sürede Afrin ve Münbiz meselesini Allah'ın izniyle halledecek. Aynen yola devam.
أكدت رئاسة الأركان في بيان لها صباح اليوم أنه تم تحييد 597 عنصرا إرهابيا في إطار عملية غصن الزيتون التي دخلت يومها العاشر. هذا وتتوجه القوات التركية والجيش السوري الحر باتجاه مدينة عفرين بعد السيطرة على جبل بورصاية الاستراتيجية. أهمية سقوط هذا الجبل في التقرير التالي. بعد رفع العلم التركي على قمة جبل بورصاية في اليوم التاسع لعمليات غصن الزيتون، يمكن لسكان ولاية كليث النوم بأمان، وذلك بعد السيطرة على هذه الأبراج والخنادق والمخاب المحصنة خراسانيا والتي ترتبط ببعضها البعض عبر أنفاق وهندسة عسكرية لا يمكن لتنظيم بيد الإرهابي تنفيذها بنفسه دون تلقي دعم من خبراء عسكريين وجهات خارجية. وهذه التحصينات تدحض ادعاءات المنظمة الإرهابية بأنها من أجل مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، فهي معدة أساسا لمواجهة احتمالات القصف الجوي الذي لا تمتلك المنظمة الإرهابية إمكانيات القيام به لعدم امتلاكها طائرات، وبالتالي أعدت لمواجهة القوات التركية علاوة على قصف الأراضي التركية كما حدث ذلك مرارا وتكرارا، ما يعطي لتركيا الحق المشروع في القيام بعمليات غصن الزيتون. لكن هذه الاستعدادات لم تنجح في منع القوات التركية والجيش السوري الحر من الاستمرار في العمليات العسكرية للوصول إلى مدينة عفرين، الهدف الأول الأساسي لتطهيرها بالكامل من العناصر الإرهابية والقضاء على كافة المخاطر التي تهدد الأمن القومي التركي. معالي الوزير، اليوم هو العاشر لعملية غصن الزيتون، وكما استمعنا في التقرير يعني قرابة 600 تم تحييد قرابة 600 عنصر، وتم الاستيلاء مساء أمس على جبل بورصاية وهو مهم استراتيجيا، بمعنى أن القوات التركية الآن دخلت بعمق ما بين 7 إلى 9 كيلومتر. العمق المستهدف وفقا ل بيان رئاسة الأركان أو تصريحات رئيس الوزراء بن علي يلدرم، العمق 30 كيلومتر، ما يعني أن العملية سوف تأخذ وقتا أطول مما كنا نتوقع، خصوصا وأن الجيش التركي وفقا لتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان لا يريد إصابة أي مواطن من المدنيين يعني، وبالتالي هذا التنظيم الإرهابي كما تعلم يتحصن خلف المدنيين، مما يعني أن العملية تطول. في البداية في سؤال استهلالي للحلقة، كيف تقيم نتائج هذه العملية حتى الآن؟ طبعا öncelikle şunu belirtmemiz lazım ki بداية يجب أن أؤكد أن cesaret hapı içen الجيش التركي الشجاع هو الآن يحارب منظمة إرهابية لا تتحلى بالشجاعة بل تتناول أقراص الشجاعة فحسب. ويجب أن أؤكد على أن هذه العملية هي مرتبطة باستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. نحن نعلم أن تركيا doğruların bir istisnası olmadı bu sınırdaki harekatımız. نعلم زيتون دالا harekatı انها في عهدها الجديد مع حزب العدالة والتنمية على مدار 15 و 16 سنة قد تم اتخاذ خطوات مهمة جدا لتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية، والآن نحن في منعرج الطريق وأمام اختبار كبير جدا في هذا المنوال، ونحن نعلم نحن بإذن الله تعالى سنجتاز هذا الاختبار وهذه الحرب التي
التي نشنها ضد الإرهابيين، فإن المساحة في واقع الأمر بعمق 30 كيلومتر وبعرض كيلومترات طويلة في واقع الأمر مرتبط بتطهير المنطقة كليا من العناصر الإرهابية، لأن هدف هذه العملية هو تطهير هذا الممر الإرهابي، لأن تركيا قد عانت لسنوات طويلة من المنظمة الإرهابية بمختلف مسمياتها PKK, PYD, KCK، وكان ذلك منذ 30 و40 سنة، وكانت بمثابة قيود أيضا وسلاسل مربوطة بأقدام تركيا وتحول دون تقدمها وتحقيق ازدهار بالمستوى المطلوب. ونحن الآن لا نحارب البتة إخوة الأكراد، وإنما من هم يمارسون الإرهاب أيضا باسم الأثنية الكردية. ونحن نعلم أيضا لننظر إلى تصريحات النظام، أيضا في بعض الأحيان نجد أنه يندد بهذه العملية، ولكن كان عليه أن يعرف الحقيقة، وخاصة أن هناك دول عديدة الآن على الأراضي السورية والأطراف المتعددة بها تهب وتدب، ولكن النظام لا يعبأ بذلك. ونحن نعلم وعليهم أيضا أن يعلموا أن هذه العملية هي ربما مصدر أمل مهم وكبير جدا لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة. وكما ذكرتم أيضا بعد الاستيلاء على هذا الجبل جبل بورصايا، أيضا أعتقد أنه قد تم اتخاذ خطوة مهمة جدا. ونحن نعلم أيضا كانت هناك بعض الهجمات أيضا تشنها المنظمة الإرهابية من خلال هذا الجبل، والآن هذا أيضا قد أزيل، وإن شاء الله كما ذكرتم هذه التهديدات ستزول بإذن الله. عموما بالتأكيد أميرة، هو تم بعد حتى الجبل تم السيطرة على عدة هضاب أخرى، والطريق إلى عفرين أصبح مفتوحا، لكن يحتاج إلى الدقة، لأن كما أشرنا أن هذا التنظيم الإرهابي يستخدم المواطنين الأبرياء كدروع بشرية. نعم أستاذ محمد. معالي الوزير، تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان قال فيها بأن عملية غصن الزيتون سوف تمتد من عفرين إلى منبج بل وحتى الحدود العراقية، هذا أولا. ثانيا، وزير الخارجية مولود شوشغلو دعا واشنطن إلى سحب قواتها من مدينة منبج، ما يعني بأنه سيتم ربما فتح محور جديد في إطار عملية غصن الزيتون، لأنه عسكريا من غير الممكن أن تتجه القوات التركية من عفرين إلى منبج. وبالتالي هنا سؤالي، ماذا سوف تفعل تركيا يا ترى في حال أصرت واشنطن على بقاء قواتها في مدينة منبج، مقابل ما أعلنته سابقا ووعدت به بعدم تزويد تنظيم بيد PKK الإرهابي بالعتاد والسلاح، وهو الوعد الذي تقوله دائما ولكن لا تلتزم به؟ Şimdi bir kere şuna karar vermek lazım. Bir NATO müttefiki ülkenin yanında mısınız? يجب أن تتخذ أمريكا قرارا حاسما في موضوع مهم، هل هي ستقف إلى جانب دولة عضوة في حلف الشمال الأطلسي مثلها، أم ستقف إلى جانب منظمة إرهابية؟ لقد رأينا قبل قليل من خلال المشاهد أن هذه المنظمة قامت ببناء أبراج وأنفاق محصنة بالخرسان، ولا شك أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بناء على قدراتها ومعارفها
معارفها وخبراتها، ونحن نعلم أن هذه المنظمات هي كانت بيدق ولا تزال أيضا بيد الدول، ولكن نحن نعلم أننا كنا نرى ونسمع بأن الدول، بعض الدول العضوة في حلف الشمال الأطلسي، تتظاهر كأنها تحارب الإرهاب في العالم، في حين كانت تدعم المنظمات الإرهابية أيضا بالخفاء، ولكن كان ذلك خفيا. ولكن الآن في الآونة الأخيرة أصبحنا نرى ذلك جليا، حتى إن أمريكا الآن لا تنكر أنها تدعم منظمة PKK الإرهابية، ونحن نستطيع كما هو يقال في المثل التركي، سقطت القبعة وظهر الصلع. وهنا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ القرار النهائي، هل هي ستكون مع تركيا ودولة تركيا أم مع منظمة إرهابية أخرى كإحدى المنظمات التي دائما أيدتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا، مثل منظمة جولان الإرهابية أيضا. ونحن نعلم أيضا، مثلا نعلم أن روسيا سحبت قواتها، وأنا أعتقد أن الأمر سيكون بشكل مماثل في منبج، وإن الجنود الأمريكان الموجودين باسم المدربين هناك سنرى هل هم سينسحبون مع الأسلحة التي قدموها بحجم 5000 شاحنة، أم نحن سنأتي ونقضي على هذه الأسلحة بتفجيرها. يعني هل أن أمريكا ستغير موقفها أم ستصر على الموقف القديم؟ ولا شك أن يجب على الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن تتخذ القرار. ورئيس الجمهورية مثلا عندنا لا يخفي ما يختلج في صدره من أفكار ويقول، يعني ما يجري ما يقع في قلبه يجري على لسانه، ويريد كذلك أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أيضا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن تتحلى بهذا المبدأ، ولا تحاول أيضا أن تلجأ إلى بعض أساليب المراوغات أيضا، حيث أننا نجد تصريحا من ترامب، ثم نأتي ونرى تصريحا آخر من بنتاغون، ودائما هناك آراء وأفكار متضاربة، وعليهم أن يخرجوا من هذه الأفكار أو الآراء المتضاربة ليبدوا موقفا ورأيا واضحا. عموما الرئيس رجب طيب أردوغان كان واضحا عندما قال سنجمع هذه الأعلام، يقصد الأعلام الأمريكية، ونسلمه إليكم. لذلك منذ يومين قرأت تقرير حول أن الأعلام الأمريكية التي كانت مرفوعة في تل أبيض تم إزالتها، وهذا يؤشر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجمع أعلامها وستعود إلى غرب الفرات عندما تبدأ عملية منبج على ما أظن. لكن هناك سؤال مهم يجب أن نشير إليه، يجب أن تجيب عليه، خصوصا وأنك كنت وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية. نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدعم وجود إقليم شمال العراق عندما كان مسيطر على كركوك، لأن هي بها مخزون مهم من الاحتياطي البترول في العراق. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت هذا التنظيم الإرهابي في السيطرة على تقريبا معظم آبار البترول وأيضا المياه في شمال سوريا. ما هدف الولايات المتحدة الأمريكية من يعني تشكيل أو من دعم القوى
الكردية في هذه المنطقة من خلال سيطرتها على آبار البترول وأيضا مسار مياه الفرات من وجهة نظرك؟ Tabii Cumhurbaşkanımızın çok net ifadesi burada her ülkenin kendi bayrağı normalde asılı kalacak. Buradan الرئيس رجب طيب أردوغان أدلى بالصريح العبارة أن على كل بلد أن يرفرف علم بلده. نحن في واقع الأمر نعلم أن ضعف نظام الأسد، وطبعا نحن في قلنا أننا نحن بدأنا ضد سياسات الأسد أيضا، وقلنا أنه إذا كان هناك ضعف في بلد والبلد لا يستطيع أن يحمي علمه على بلده ويظهر بدله علم آخر أو لا نسميه نحن علم وإنما خرقة فقط، ربما خرقة قماش تستخدم، نحن لا يمكن أن نقبل بذلك. ونحن نرى بأن هؤلاء في واقع الأمر أيضا حاولوا أن يجملوا بعض هذه المنظمة الإرهابية ببعض التسميات الجديدة، حيث سموها القوات الديمقراطية وأيضا قوات حماية الشعب وغير ذلك. ونحن نعلم أن جومسكي كما يقول إذا استمر الظلم تصبح الديمقراطية هي أيضا مقرونة بالظلم، وبالتالي نحن نعلم أن الغرب يدرك ذلك بشكل جيد، خاصة في عصر الاتصالات وفي عصر التكنولوجيا. نرى بأن جميع الأحداث والتطورات تظهر على الشاشات بالبث الحي مباشرة، يعني لا يمكن إخفاء بعض المشاهد والأجندات، كان ذلك في الماضي. لذلك الهدف من وراء كل هذه التحركات ما هو؟ يصبح ظاهرا جدا، هل البلد يهدف إلى الحصول على موارد المياه أم على النفط أم استعمار بلد ما؟ ويمكن معرفة ذلك من خلال أيضا الوسائل التواصل وكذلك التكنولوجيا. وقد سألوا السفير الأمريكي هل تريدون أن تحلوا بالديمقراطية في بلد آخر؟ يعني كانت حتى دعاية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تحل الديمقراطية في البلدان أصبحت مسخرة أيضا. ونحن قلنا سنذهب إلى شمال سوريا من أجل تطهيرها من العناصر الإرهابية، وليست لدينا أي أطماع بالأراضي السورية ولو بشبر واحد، ولا نطمع كذلك بموارد سوريا الطبيعية أيضا، وهذه نيتنا الخالصة. وعلى الجميع أيضا أن يظهر هذه النوايا، ونحن نعلم أيضا نحن هدفنا واضح، وربما تكون أهداف مختلفة، أهدافهم المياه النفط وغير ذلك، ولكن هدفنا واضح هو تطهير المنطقة من الإرهاب، وسنبقى هناك حتى نحقق ذلك. نفى نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ ادعاءات بعض الأطراف الدولية بأن عملية غصن الزيتون تستهدف المواطنين الأكراد في سوريا، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية هي هدف العملية الوحيد. جاء ذلك في معرض كلمة له اليوم في مدينة إسطنبول أمام مؤتمر عن مدينة القدس. استشهد الكثير من مواطنينا، كما تم الاعتداء على الجيش والشرطة، وتركيا حذرت مرارا وتكرارا لكن لم يصغي إليها أحد. وبعد ذلك اضطرت تركيا إلى القيام بهذه الخطوة، ولم تكن العملية العسكرية خيار تركيا المفضل، ولكن لم يترك لنا خيارا آخر، لذا اضطرت تركيا إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد فشل كل الجهود الدبلوماسية. لذلك ستستمر هذه العملية حتى تحقيق الهدف النهائي لها، فمن الحق الطبيعي لكل دولة
أن تدافع عن نفسها في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وتركيا تستخدم هذا الحق اليوم وتتحرك ضد التنظيمات الإرهابية. والهدف من العمليات العسكرية ليس الأكراد، لكن تنظيم PKK الإرهابي وتنظيمات إرهابية أخرى تعمل ضد تركيا، وإدعاءات بعض الأطراف الدولية بأن الأتراك يقتلون الأكراد وإن تركيا تستهدف المدنيين، كل هذه الإشاعات مجرد أكذوبة. وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية مولود شاوشأغلو أن عملية غصن الزيتون تتم وفقا للقانون الدولي وحق الدفاع المشروع. جاء ذلك في معرض كلمة له اليوم أمام اجتماع للمخاطير في قضائي غوندوموش ومنافغيت بولاية أنطاليا. عملية عفرين حق دفاع مشروع وطبيعي لنا، ويتوافق مع القانون الدولي والأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على حق أي دولة بالقيام بعمليات خارج حدودها لإزالة التهديدات إذا تعرض أمنها القومي للخطر. نحن نستخدم حقنا المشروع دوليا، لا توجد لدينا أطماع في أي بلد آخر، ولا توجد دولة مثل تركيا تدعم وحدة سوريا وتحمي حدودها. الآخرون لديهم أهداف أخرى، فمنهم من يريد البقاء وآخرون يسعون للتقسيم، وهناك أيضا من يدعم منظمات إرهابية لتحقيق أهدافه، لكن تركيا ليس لها أي أطماع في سوريا والعراق. نحن مع وحدتهما، وتجلى ذلك في موقفنا المعارض للاستفتاء الباطل على انفصال شمالي العراق. لذا فجيشنا مع الجيش السوري الحر يقومان بالقضاء على الإرهاب في سوريا. معالي الوزير، ألستم معي أن طول أمد عملية غصن الزيتون العسكرية سوف يعطي فرصة لدى بعض القوى الخارجية لشن وبدء حملة إعلامية وسياسية لتشويه سمعة تركيا، وهو من بدأ بالفعل وفقا لما أشار إليه المتحدث باسم الحكومة نائب رئيس الوزراء السيد بكير بوزداغ في إسطنبول اليوم؟ ما هي الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها تركيا لمواجهة هذه الدعاية السوداء؟ لا شك أن طول المدة قد يؤدي إلى بعض الشائعات وبعض الدعايات والاتهامات أيضا، ولكن إذا ما نعلم أن من ستفعل ذلك هي الجهات التي دعمت هذه المنظمات الإرهابية، حيث أن هذه الدول كانت تدعي بأنها زودت هذه المنظمة الإرهابية لتحارب داعش، ولكن بعد ذلك اكتشف، والآن نجد حتى الصحفيين الأوروبيين أيضا حتى أنه في إحدى الصحف بدأ هناك تسائل هل أن أمريكا ستقف إلى جانب تركيا أم إلى جانب امرأة منتحرة أو انتحارية، وبالتالي أنتم إذا أيدتم منظمة إرهابية فإن هذا سيعود عليكم أنتم يوما ما، لأن المنظمة الإرهابية ستأتي تضربكم يوما. ولا شك أنه يتم تداول بعض المعلومات العارية عن الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعض المشاهد التي بها أيضا مقاطع الصور لبعض الدبابات ربما أصيبت، لمثلا التقطت صورة قبل 3 سنوات في ليبيا، أو مثلا طائرة أخرى تحطمت في ماليزيا. يتم ترويج هذه الصور للأحداث القديمة أيضا على أساس أنها وقعت حديثا وهي أضرار، ونحن نعلم أنه ستتم مكافحة المنظمة الإرهابية وفق المادة 51 ميثاق الأمم المتحدة أيضا، ولا
شك في إطار الإطار الحوار طبعا في إطار الحق المشروع. نحن في واقع الأمر قلت في اللقاء السابق سوريا ليست مثل النرويج أو في أي بلد آخر بعيد عنا، وإنما سوريا دولة جارة لنا، وبالتالي نحن نتأثر مباشرة بالتكتل الإرهابي هناك، ونحن لا شك أننا قادرون على دفع هذا التهديد عنا. بالتأكيد أميرة، عملية تقوم بها تركيا وفقا للقانون الدولي وحق الدفاع المشروع، ويعني ما تقوم به وسائل الإعلام من دعاية سوداء أمر ليس جديد ولن يؤثر على تصميم تركيا على القيام بواجبها بتطهير المنطقة من الإرهاب. الإرهابية. نعم أستاذ محمد، أشكركم على كل الإيضاحات. أشكر أيضا الأستاذ نال يلدز، كبير مستشاري رئيس الجمهورية ونائب حزب العدالة والتنمية ووزير الطاقة والموارد الطبيعية السابق، أهلا بكم معنا. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. من إليكم مشاهدينا أجمل التحيات، دمتم في أمان الله.